السلام عليكم. بون الفوتبول يقول لك خلق فينا انجليز، راك شايف كيف؟ يا رجلي هاي العبيط رايت واحترفوه ودفنوا فيه لبريزيليا ومات في الجزائر. بروبليم في الفوت تاع الجزائر مسك حاجه ما تصلح فيه في كاع لي كوتي سون ترانزيسيون بداو بلي سيبورتار في الجزائر تروح تيبورتي لازم تودع والديك باسكو قادر تولي قادر ما توليش اونفان قادر تولي مي ميت راك شايف. شفاو لي سيبورتار جابوني في الكوب دي موند اللي فاتت فريمون عطاونا درس في الاخلاق. ابري شاك ماتش كانوا يلعبوه ومالكري كانوا يخسروا بصح كانوا ينقيو لي تريبيون تاعهم وبلايص اللي كانوا سيبورتيو فيهم. عمر راسك واش يا حبيبي احنا من نقيه واش احنا رجال يا اخو احنا نساء هما اللي ينقيو عندنا راك شايف. احنا ثاني سيبورتير تاعنا كانوا في الكوب دي موند وكانوا ينقيو لي تريبيون تاعهم كيما جوابنا. لا لا كانوا يبيعوا النحاس والبسينات هكذا باش يزيدوا في الاقتصاد تاع الجزائر. عليك سبيه يعلموا لي زيترونجي يديروا شما هكذا باش ينشروا الثقافه تاع الجزائر. واش خالد واش راح دير خالد واش راح دير؟ انا لا كلا شما اش كلا شما يغنوا ويسبوا في الناس. يا واحد المهبولة يا واحد الكحلوشة يا واحد اي بيان سور يديروا مدامات ويتزوجوا باسكو راكم تعرفوا لي زاجيين كاع عندهم مونك عاطفي. يا ربي بدلتونا. كاين مام اللي حبوا يستعمروا البرازيل نربحوا لي غساس ولا نديروا ماتش نيل نبقاو هنا على خاطر هذه دارنا. اوكي خاطر هذه دارنا. اوكي التاريخ سيعاد التاريخ سيعاد سي كوم سا كي سا سماخ لي بوت فهمتوا هكذا الشطرنج لي زيشاك ما كانش كي نحبوا نلعبوا نلعبوا كي نحبوا نديروا تاريخ التاريخ خونا راك شعبك. لي سيبورتر تاع الجزائر على جال الماتش حجم تولي تهمهم مام اذا كانوا الناس يموتوا نورمال ما على بالهمش. الناس هبلت يا اخو في قصير روحك رب العالمين. والله الماتش غادي يبدا ضروري تخلينا بلا ماتش ولا والله العظيم ديك البارتي تاع كيدايرة ما تأمنش عقلك قيس روحك تخليتنا هنا نقارعوا. ومن كثرة حب الجزائريين لكرة القدم واحد حب يترشح جوست باش يدير كأس العالم في الجزائر. معناه لك انني كنت رئيس نستدعي كأس العالم نديرها هنا في الجزائر ونبني خمس ملاعب في الجنوب كبرى. السلام عليكم. بالك هذا ودي فوت تاعنا نحبوا الفوت فوق اللازم. التاريخ سيعاد. إبا مام اللي كانوا يحجوا خلاو الحج تاعهم وخرجوا يدي في اليوم نورمال. يا ودي القرب تاع جيو لحال مع الجزائريين عند الحرم هذا عشان تعادل بس. يا ديقن فهمتوا علاش دوكا نسى ما يقدرش يروحوا لي ستاد يتفرجوا لي ماتش ولا يخرجوا برا يدي فيليو وي باسكو لي سيبورتير بزاف اغريسيف باسكو ما ثاني ولو اغريسيف. ضربت بيدون معمر بالماء وفوق ونشف نورمال ماشي خاصنا بيتور في ليكيب ناسيونال. هيا تسديدتي بون صباح ربي نهضر لكم على الجابون وينقيو لي تريبيون تاعهم مي لي سيبورتير الجيريان ثاني ينقيو لي تريبيون تاعهم جوبنا ينقيو لا كوبال مي حنا نحرقوها سير بلاص. دوزيام تروك اللي ما يصلحش في الفوتبول في الجزائر هو دو لي ستاد ولا الملاعب. نون سولمون لي سيبورتير قادرين يموتوا بسبت دوطخ سيبورتير كي ضربوا مي ميم بسبت لي ستاد باسكو راشيين جوج طاحوا هنا طايحين. دوزيام بروبليم على ستاد في الجزائر سي تيران هيدا دي كورا جاليد و
وصار على الأرضية واللاعب وكل شيء في الأخير يوصل يوزع وتدخل الدفاع. ما نكذبش عليكم، أنا غير شفتي راه هذا تفكرت هذاك المترشح اللي حب يحارب ألمانيا بالبصل. حتى البصل لدينا له برنامج. إيبا زرع البصل في هالتيرة هكذا نولو قوة إقليمية اقتصادية سياسية، ومن بعد يجيبوا تفليقة ويقول لك ربما لا تعرفون بأن بلدكم الآن لها القدرة لتستضيف 2 تاع ليكوب دي موند، 2 مش واحدة وربما أكثر. زعما كيجيو لي جوار إيطرونجي يلعبوا في الجزائر ويشوفوا لي تيران تاع لي ستاد في الجزائر، كيفاش راح تكون لا رياكسيون تاعهم؟ إي سي سا سي لو ستاد دو فوتبول، إي سي أون جو دو فوتبول. نيكولا وين راه هذا؟ تروزيام بروبليم تاع الفوت في الجزائر لي جوار. المشكل تاع لي جوار في الجزائر ماشي كاسيون نيفو ولا باسكو نيفو صح ما كاش، ماغري عندنا دي جوار ملاح واحد ما يكذبش، مي بارفوا تحسهم ينساو روحهم بلي هما دي جوار وراهم يلعبوا في البالون. كيما هنا راني نشوف روح سليمان يلعب ولا في قرعه ما ويشرب نورمال. زعما على 10 سنين كيفاش لي جوار تاع الجزائر راحين يبداو يديروا؟ واش ابخاني غير شويه خبز تمي شنو نعطيه ناكل وشنو شما شوف عاد صافي ما عندوش انا باسي. وكاين لي جوار كيكملوا لا كارير تاعهم يدوروها بوليتيك، فين باغي تحرير الاقتصاد الوطني من تعبئه المحرقات الى من خلال البناء تعلم تهضر بيان ومن بعد ادخل بوليتيك. بارفو ميم لي جوار ينساو روحهم بلي هما دي جوار، يبداو يضربوا مع لا بوليس مع الجدارميه يسبوا لي سيبورتر سي غراف. اي لو بلو غراف كاع سي كلي جوار ولاو يموتوا في السطاد. ملي بروبليم تاع الفوت في الجزائر 4 لي سبيكر ولا المعلقين. جزيره سبور وبين سبور داونا كاع المعلقين شابين، وفي اليتيمة خلاونا غير هذوك المعلقين اللي يعيوا يفشلوا يكرهوا ينعسوا مي او موان يصلحوا الحاجه. فلاش تبكي؟ علاش تبكي؟ اش بك؟ كيفاش ندير الطفل هذا باش يسكت؟ يسكت لقيتها. ملي بروبليم تاع الفوتبول في الجزائر تاني 5 ديفيلي تاع لي سيبورتر ولا الفرحه تاع الانصار بعد ما يربحوا ماتش. بروبليم تاع لي سيبورتر كيخسروا يكسروا وكيربحوا يكسروا تاني. فلوروب في الماريكان تيبوم ديفيليو في الطوموبيلات يغنيو ويشطحوا، اي با هنا في الجزائر تيبوم ديفيليو بلي ترونسونوز بلي كاميون. بون هنا صراحه بلي راف دي سيبورتر حسبالو راف درمل وحبي يفرغوا نورمال بلي بوكلا بلي تراكتور. مام في الروضة تاع التراكتور عفيز كاع ما يجوش في بالك، هذا وين فهمت علاش هتلر قال لا اشطاجي احتينا لكم. في الماريكان عندهم لي دراكريز، اي با احنا تاني في الدار عندنا لي دراكريز. او يا في الجابون عندهم دريفت، في الجزائر تاني عندنا دريفت. شفت شفت وين وصلنا؟ قلت لك يا سلال ما تعطيناهمش لونساج. قلت لك سيزيام بروبليم تاع الفوت في الجزائر واللي في رايي هو المشكل الرئيسي، لي ديريجون ولا المسؤولين تاع كره القدم في الجزائر ما يتحملوش المسؤوليه تاعهم، ما على بالهمش شنو صاري، مي بيغ كو سا تسيبهم يتلاعبوا ويمانيبيليو بلي سكور تاع المقابلات سي كراف. كيما صرا ديرنييرمون الحاكم بيطا طلب منه قرباج، بون قرباج واحد من لي ديريجون تاع الفوت في الجزائر طلب منه باش ينحاز الفريق ويعطي له افضليه ويخسر الفريق الاخر. الوغ الحاكم بيطا مخرج في وسط المباراه واحتج على قرباج، وقرباج قال لهم باللي ما يعرفوش وجامي هضر معاه وجامي تلاقى به. انا شخصيا اول مره يعني لو الان قدرت نقدر نحط الصوره على الاسم، يعني انا نعرف شخصيا ما سبقنيش انه تعاملت معاه ولا نعرفه ولا كراحك. ما كانش عندك تعامل مباشر معاه؟ عندي ولا تعامل ولا اتصال ولا معاه ولا مع غيره يعني. مي كون بارازار صبت سيور انترنت لا فوتو تاع قرباش يهضر مع بيطا. انا شخصيا اول مره يعني لو الان قدرت نقدر نحط الصوره على الاسم، يعني انا نعرف شخصيا ما سبقنيش انه تعاملت معاه ولا نعرفه ولا كراحك. وشو باتك ذب؟ وكما كاع الأندية والمنتخبات في العالم عندهم فنانين ومغنيين يساندوهم في المشوار تاعهم ويغنوا لهم، إيه با حنا تاني في الجزائر عندنا مغنيين فنانين يساندوا المنتخب تاعنا. يعني كنت معاهم في لاكوب تاع دافريك تاع الألمان، لاكوب دافريك تاع الألمان، لاكوب دافريك تاع الألمان. ما بيش بلي الألمان جاية في لافريك. كاين ميم دي شونتور ودي زارتيست ما عندهمش كاع علاقة بالجزائر ودي زيتورونجي مي غناو لنا. 1 2 3
اي سا صافي بليزير. فلافين تاع هذا البودكاست واش تحبوني نقول لكم؟ كرة القدم رياضة برك وعندها الجمهور تاعها، مي إذا هذاك الجمهور ولا يتعصب ويوصل بين واحد ثاني يقتل خوه في الصطاد، إي بان لازم تحبس هذه الرياضة في الجزائر نهائيا. وإذا عجبتكم هذا الفيديو كنتوا ضد العنف في الملاعب، إي بان بارطاجيو هذا الفيديو، وإذا ما عجبتكمش بارطاجيوها ثاني باش يشوفوا واحد آخرين يكونوا كامل ضد العنف في الملاعب. بيس. Bring that beat back. التاريخ سيعاد.